إنه مقر إحدى الحسينيات في مدينة الصدر، تتخذ منها ميليشيا شيعية مقرا لها لتسجيل المتطوعين. طلب منا عدم الكشف عن اسم الميليشيا والتعريف بها كما يبدو في هذه اللوحة بسرايا الدفاع الشعبي للدفاع عن كرامة المذهب ومقدساته. 100 شبان من الطائفة الشيعية توافدوا للتطوع صباحا. بعد أن تم تسجيل وثائقهم تجمعوا أمام هذا الشيخ الذي خطب بهم. علي لكل الناس فكر وحجة، وأنتم لكم هند، ومن جاء من هندي دوي. الحماس كان على أشده. نعم نعم للشهادة. شبان في مقتبل العمر ورجال أكل الشيب رأسه. إذن كما نشاهد في هذه الصور أنجز المتطوعون معاملاتهم في هذه الحسينية، والآن يصعدون إلى هذه السيارات للتوجه إلى النقاط التي يفترض أن يفرزوا إليها للدفاع عما يقولون أنه خطر الإرهابيين الذي يتهدد البلاد. الكل مستعد لقتال المسلحين الذين ينتمون لتنظيمات سنية متشددة. اليوم المعركة معركة ولاية علي، ليعلموا من هم أبناء علي. هؤلاء علي، لبيك يا علي. رغم خطبة الشيخ الذي حرص فيها على تأكيد وحدة العراقيين، ثمة إحساس عام هنا بأن الشيعة مستهدفون كطائفة. الحقيقة هو ليس الدافع أنه مسألة طائفية. نحن ويعرفون أخواننا السنة أننا لسنا طائفين، وأخواننا السنة أيضا ليس طائفين. أنما هذه التدخلات الخارجية التي أرادت بالعبث بالشعب العراقي وبالحكومة العراقية، وأرادت عدم الاستقرار بالشعب العراقي لمصالحهم الخاصة. يغادر هؤلاء المتطوعون طلبا للشهادة كما يقولون. ربما لن يعود الكثير منهم في هذه الرحلة باتجاه المجهول. ورغم الخلافات داخل البيت الشيعي العراقي، إلا أن ثمة إحساس عام بتوصيف ما يجري بالمؤامرة كما يقول النائب وليد الحلي. هذه المؤامرة مشترك فيها أطراف كثيرة جدا، ومع الأسف أن تكون داعش وحزب البعث ومن يؤيد هؤلاء من مكونات معينة في العراق هي ساندت هذا الوضع اللي يجري في العراق، مع الأسف بطريقة مؤلمة، يعني بطريقة غير واقعية وغير رضية. وهذا التدفق وهذا العمل اللي يكون الآن هو عبارة عن تخطيط دقيق لأشهر عدة سبقت هذا الوقت. وفيما بدأ محاولة لسحب فتيل التوتر الطائفي، أصدرت جماعة علماء العراق السنية فتوى تدعو المواطنين لقتال المسلحين الذين وصفتهم بالمرتزقة والمأجورين. لكن رغم ذلك، الاتجاه الذي تسير فيه التطورات ينبئ بأن البلاد مقبلة على أيام صعبة للغاية. فراس كيلاني، BBC، من العاصمة العراقية بغداد.